السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ننشئ حساب زوم على الموبايل، فنحط ساين اب بعدين تاريخ الميلاد. بعد ما حطينا تاريخ الميلاد راح يطلب الايميل، بعدين نحط الفيرست نيم واللاست نيم، بعدين ساين اب، وراح يكون وصلنا ايميل، وصلنا ايميل، نحط اكتب اكونت، هون راح يكون ساعه عند السكول فنحط نو، بعدين بنحط الباسبورد، لازم يكون مكون من حرف كبيرة وحرف صغيرة وانتر ستوب، نحط فيل. بعدين بنحط كونتينيو، بعدين بنقفل الصفحة نفسها، نقفل الزوم، نطلع نرجع ندخله، نحط ساين ان، وبعدين نحط اليمين باسورد كتبناهم بالساين اب باسورد، بعدين نحط ساين ان. بس هيك بكون سوينا حساب زوم، وإذا عندك أي أسئلة حطها بالتعليقات.